هوية بريس. بالنسبة لهذا شوف القطاع في واحد التنافسية كبيرة، وبالتالي حتى يكون شي انخفاض في المواد الأولية تتعكس على ثمن التكلفة، وبالتالي تتعكس على الثمن تاع الدجاج في الأسواق. اللي خصنا نعرفوا بأن هذه الأثمنة تاع 10 و 12 درهم ما بقاتش اليوم ما تسنى واش، لأن التكلفة واخا يهبطوا الأعلاف وداك الشيء، هذه الأثمنة تاع 10 و 12 درهم هي أثمنة تاع أزمة، لأن يعني القطاع كان في أزمة، كان العرض أكثر من الطلب. فالمربي اليوم خاص يكون هناك واحد التوازن ما بين المربي اللي خاصو يربح واحد شويه الفلوس باش يمكن يستمر في الانتاج ديالو، والمستهلك حتى هو يلقى دجاج في واحد المستوى اللي مقبول، لان كان هناك خلل لا من جهه المستهلك ولا من طرف المربي، فالدوره الاقتصاديه نتاع المنتوج تتكون فيها زعما ما تكونش متكامله. هوية بريس.